بقوانين، لكن هذه النماذج جسد المرحلة الأولى التي عانى فيها الإخوة والمعتقلون الإسلاميون، عانوا فيها الويلات من تعذيب كما قلنا جسدي ونفسي. جاء هذا النموذج وكان عنوانه هو وكان عنوان النموذج الأمريكي هو تصنيف السجناء. على أي أساس ينبني هذا التصنيف؟ إذا قبلت بما يسمى بمبادرتهم، المبادرة التي جاءوا بها، إذا قبلت بها فأنت بما خصوصا في بعض السجون وعلى رأسها سجن ميبردي. لهذه اللحظة ما زال الإخوان يتعرضون إلى التعذيب وإلى العزل الانفرادية، ومنهم من يخرج أنفسها بمصفد اليدين، وكثير من المخالفات التي تخالف ما يسمونه بحقوق الإنسان. قلنا هذه المرحلة كان عنوانها تصنيف السجناء بناء على مدى على المبادرة. هذه المبادرة إلى ماذا تدعو؟ التصالح مع الذات. اسمعوا أيها العقلاء، اسمعوا التناقضات في أعلى صورها، التناقضات في أعلى صورها. أولا قلنا خصنا احنا المعتقلين الإسلاميين خصنا أول شيء نتصالحوا مع ذاتنا، احنا نتصالحوا مع ذاتنا. ثاني شيء خصنا احنا نتصالحوا مع المجتمع، المجتمع اللي كنعيشوا فيه. ثالث شيء خصنا احنا نتصالحوا مع الناس الديني. خبرني بربك، انا نتصالح مع الناس الديني؟ ايه اللي كيفطر في رمضان وقدام البرلمان